لكن انت اقرب بقى حاجه ليك انت ايه بتحبها في المسحرات ايه؟ وانت شاعر كبير طبعا يعني. ربنا يخليك. الحقيقه وابنك كمان شاعر جميل، العيله كلها ما شاء الله. انا بحب مسحراتي كله، في طبعا شويه حاجات يعني في 64 وفي 68 ما يعني حافظهم وطول الوقت زي يعني في مثلا واحده عن النجار، كان بيجي لنا في كنا ساكنين في الامام الشافعي وكان في نجار بيجي اللي هو يصلح كرسي مكسور مش عارف ايه، راجل كده على قده كده اسمه عم درويش، فكتب يعني تسحيره لعم درويش، كان بيقول مسحراتي منقراتي منجراتي دواليب زمان ما تشتكوش دقت شاكوشي جت في الاوان، يا ناس حبايب يا ناس جيران انا قلبي دايب على البيبان، عجوز شوية لكن عيني روحين حنان، لا ظن سيء ولا جبان، درويش وقسطة وشيخ كمان وفي عب قطة، ازاي هتلعب فيه الفيران؟ تسألني بتعب أقول صراحة شقايا راحة، قوة حصان لأجلي وعشان قبول عيالي في الامتحان، وأنا في بالي حاجات جنان، من الطبالي أعمل صوان وابني الخيالي أربع حيطان، ده أنا في انتقالي من أولى ساقية لسد عالي لقيت مكان، سيري يا موجة بالتكنولوجا البر الأمان، والمشي طبلي والدق على طبلي. الله. فدي من الحاجات اللي أنا بحبها جدا وغيرها طبعا.